بالنسبه للتسجيلات قبل ما يبدا التسجيل تاعو هذا الاجراء هو منشور وزاري امضي عن طرف السيد الوزير في 23 اكتوبر 2023 في كيفيه التسجيل وما هي شروط التسجيل. كل شيء لابد العمل الاجير ان يقرا مليح ويشوف كم النقاط اللي تسمح له هل له الحق في التسجيل ام لا. بالنسبه للشروط فيما يخص بناء الريفي الشطر الاول هو يكون منتسب لدى الصندوق على الاقل 3 سنوات على الاقل 3 سنوات. الشطر الثاني هو ان يكون عنده مقرر الاستفاده من 1 جانفي 2016 الى يومنا هذا ومن بعد نوصل على بمدى النعلة من 1 جانفي 2016. الدخل الاجمالي للاسره اذا كان متزوج والزوجه تاعو تعمل لا يفوت 120 الف دينار جزائري يعني 12 مليون سنتيم. عندنا ايضا بالنسبه اللي قلنا من 1 جانفي 2016 بالنسبه للقرار تاع وزاره السكن تاع يعني طريق الصندوق الوطني للسكن ايضا له دفع الشطر الثاني من طرف الصندوق الوطني للسكن يكون استلم هذا يكون استلم الدفع الشطر الثاني من عند الصندوق الوطني للسكن لان الصندوق الوطني للسكن يدفع الاعانه تاع 70 مليون ولا 100 مليون في هذه النقطه بالذات استاذ ياسين يعني المستفيد من الاعانه الممنوحه من طرف صندوقكم يلزم يكون استفاد من الاعانه الممنوحه من طرف الصندوق الوطني للسكن واجب هذا واجب ويكون خضع ما فهمش هذه النقطه يكون خضع الشطرين في زوج باسكو كاين الشطر الاول فيه 60% بعد ما يكمل هذا على مستوى الصندوق الوطني للسكن كيطول مقرر الاستفاده يبدا يعمل في المسكن تاعو لما يوصل البلاطه لا بلاتفورم الارضيه يكمل الارضيه ياخذ 60% من عند الصندوق الوطني للسكن كم يبلغ بتقريبا 42 مليون بالنسبه للاعانه 70 مليون دونك ياخذ 42 مليون الاولى ما كيما يكمل الاعمده يزيد يطلع مره ثانيه يطلع الاعمده لي بوتو كيما نقولوا هنا ياخذ 40% اللي بقات له 28 مليون سنتيم هذا له الحق باش يتقدم بطالب لدى الصندوق اذا كان خذا غير الشطر الاول ليس له الحق علاش درنا هذا اللي باش تكمله اقول واعيد الصندوق الوطني معد خدمه الاجتماع جاء تكمله لاعانه الدوله يعني السيانه لهذا تكمله البنايات اللي نشوف فيها على قطر الوطني بعض البنايات لم تكتمل بعد والمشروع تاعو حبس له زياده على اعانه الدوله تاع السيانه واعانه الدوله تاع الافامبوس ولا بد له من المساهمه الشخصيه تاعو يعني يقول لك 120 مليون ما تكفيش باش تبني دار هذا المنزل تبني فيه يا هل ترى خاش له مخط معماري يتبعوا له رخصه البناء ايضا تكون سيت المفعول في البناء تاعو يكون على طابق واحد ولا يفوت بين 65 الى 70 متر مربع يبني بنايه تاع 120 متر مربع فبالتالي تكفيه 120 مليون بصح الا بنى بنايه ب 165 متر مربع حتى 70 متر مربع ممكن له يكمل البنايه تاعو ب 120 مليون سنتيم. ذكرت نقطه استاذ ياسين حول رخصه السكن تكون ساريه المفعول اما في الشروط وضعتم انه المستفيدين من هذه الاعانه من 2016 الى غايه هذه السنه يعني في حال رخصه السكن كانت منتهيه الصلاحيه كيف فيما يخص رخصة البناء حقا رخصة البناء تمدها البلدية لظرف 3 سنوات مدة 3 سنوات لا قدره والإنسان ما كملش البناية تاعو هذا بعض الكومنتات شفناهم ما كملش البناية تاعهم ورخصة البناء فات المدة تاعها له الحق باش يعاود تفعيل رخصة البناء لدى البلدية والبلدية تخرج وتشوف البناية إذا كانت البناية غير مكتملة فيعطوله تمديد لرخصة البناء إذا صبوا البناية مكتملة فلا يكون له رخصة البناء وبالتالي بالنسبة لنا إذا ما جاش رخصة البناء هذا يعني بأن البناء مكتملة وأؤكد هذا العيد إذا كانت البناء غير مكتملة له الحق باش يعطوا له تمديد لرخصة البناء هذا شيء عادي على مستوى البلدية يعني يتم دفع رخصة منتهية الصلاحية على مستوى البلدية على مستوى البلدية مع الطالب اكتمال بناء يتم تجديد يتم يخرج جماعة البلدية هذه النقطة كثيرة من المواطنين نعم مفهموهاش نعم ووضحها لهم يعاود يمشي البلدية مع الطالب تمديد رخصة البناء حقا إذا كان غير أعمدة وحب هذا اللي باش يبني يلزم رخصة البناء قانوني يلزم رخصة البناء باش يكمل السقف أو يكمل الجدران دونك يلزم له رخصة البناء عنده البناية في مده 3 سنوات ولم يقدر له الوقت يعني الكافي باش يكمل البناء تاعو لا واذا خرجت البلديه واكد ذلك البلديه تخرج يعني كيف تكنيك تخرج اذا صبت البنايه مكتمله فلا له الحق في رخصه البناء حسن في هذه النقطه بالذات استاذ
ربما في حال يعني بداية التسجيل يسجل بالرخصة منتهيه الصلاحية، بعد في حال دراسة الملفات يتم هنا بالنسبة للتسجيلات قبل ما يبدأ التسجيل تاعو، هذا الإجراء هو منشور وزاري أمضي عن طرف السيد الوزير في 23 أكتوبر 2023 في كيف كيفية التسجيل وما هي الشروط التسجيل. كل شيء لابد العمل الأجير أن يقرأ مليح ويشوف كم النقاط اللي تسمح له هل له الحق في التسجيل أم لا. كيعطوا له مقرر الاستفادة يبدأ يعمل في المسكن تاعو، لما يوصل البلاطة لابلاتفورم الأرضية يكمل الأرضية ياخذ 60% من عند الصندوق الوطني السكن. كم يبلغ بالتقريب؟ 42 مليون بالنسبة لإعادة 70 مليون. دونك ياخذ 42 مليون الأولى. ما كيما يكمل الأعمدة يزيد يطلع مرة ثانية يطلع الأعمدة لي بوتو كما نقولوا هنا ياخذ 40% اللي بقات له 28 مليون سنتيم. هذا له الحق باش يتقدم بطالب لدى الصندوق. إذا كان خذا غير الشطر الأول ليس له الحق. علاش درنا هذا؟ اللي بشكل تكملة أقول وأعيد، الصندوق الوطني معدل خدمة الاجتماع جاء تكملة لإعانة الدولة يعني السيانة لهذا لتكملة البنايات، لأن نشوف في على قطر الوطني بعض البنايات لم تكتمل بعد والمشروع تاعو حبس له. زيادة على إعانة الدولة تاع السيانة وإعانة الدولة تاع الأفامبوس، ولا بد له من المساهمة الشخصية تاعو. يعني يقول لك 120 مليون ما تكفيش باش تبني دار، هذا المنزل تبني فيه يا هل ترى خاش له مخط معماري يتبعوا له رخصة البناء أيضا تكون سيئة المفعول في البناء تاعو يكون على طابق واحد ولا يفوت بين 65 إلى 70 متر مربع. يبني بناية تاع 120 متر مربع فبالتالي تكفيه 120 مليون. بالنسبة للتسجيلات قبل ما يبدأ التسجيل تاعو، هذا الإجراء هو منشور وزاري أمضي عن طرف السيد الوزير في 23 أكتوبر 2023 في كيف كيفية التسجيل وما هي الشروط التسجيل. كل شيء لابد العمل الأجير أن يقرأ مليح ويشوف كم النقاط اللي تسمح له هل له الحق في التسجيل أم لا. بالنسبة للتسجيلات قبل ما يبدأ التسجيل تاعو، هذا الإجراء هو منشور وزاري أمضي عن طرف السيد الوزير في 23 أكتوبر 2023 في كيف كيفية التسجيل وما هي الشروط التسجيل. كل شيء لابد العمل الأجير أن يقرأ مليح ويشوف كم النقاط اللي تسمح له هل له الحق في التسجيل أم لا. بالنسبة للتسجيلات قبل ما يبدأ التسجيل تاعو، هذا الإجراء هو منشور وزاري أمضي عن طرف السيد الوزير في 23 أكتوبر 2023 في كيف كيفية التسجيل وما هي الشروط التسجيل. كل شيء لابد العمل الأجير أن يقرأ مليح ويشوف كم النقاط اللي تسمح له هل له الحق في التسجيل أم لا. بالنسبة للتسجيلات قبل ما يبدأ التسجيل تاعو، هذا الإجراء هو منشور وزاري أمضي عن طرف السيد الوزير في 23 أكتوبر 2023 في كيف كيفية التسجيل وما هي الشروط التسجيل. كل شيء لابد العمل الأجير أن يقرأ مليح ويشوف كم النقاط اللي تسمح له هل له الحق في التسجيل أم لا.